بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ماء الزهر يستخلص من ماء زهر الليمون أو الحوامض، فوائده جميلة جدا للجمال لا تحصى، سواء للبشرة أو العيون، وهي تستخدم كقابض للبشرة، مناعمة للجلد، مهدئة لحروق الشمس، تعمل على تصغير المسامات، ترطيب العيون، إزالة الهالات السوداء. هناك فوائد كثيرة سأعرفكم على أهميتها عفوا على أهمها وطريقة استخدامها. ماء الزهر طبعا متواجد في كل بيت. ماء الزهر يستخدم في المطبخ والحلويات، غني جدا بالفيتامين سي وعناصر أخرى تعمل على تنظيف الجلد بعمق. هو مناسب لجميع أنواع البشرة، خاصة صاحبات البشرة الحساسة. يعمل كقابض خفيف لبشرتك، يساعد على إزالة الدهون بشرتك. طبعا طريقة الاستخدام، نأخذ قطنة ونضع القليل من ماء الزهر ونقوم بمسح البشرة بهذا الماء، ماء الزهر، بلطف مع التركيز على مناطق إفرازات الدهون في بشرتك. كذلك ماء الزهر يعمل على تهدئة التهابات البشرة، خاصة البثور في الوجه، كما يعمل على معالجة حب الشباب. كذلك الطريقة هي أن نقوم بغسل بشرة الوجه لإزالة التهابات البشرة ومعالجة حب الشباب. نأخذ ماء الزهر ونغسل به البشرة ونترك المزيج على البشرة حتى يجف تماما لمدة ساعتين، مع تكرار الوصفة أكثر من مرة في اليوم. طبعا كذلك له فوائد كثيرة لتهدئة البشرة من حروق الشمس. في بحال عانيت من احمرار بشرتك، بشرة وجهك، واحتراقها جراء أشعة الشمس، نأخذ ملعقتي طعام كبيرة من ماء الزهر مع ملعقة شاي صغيرة من النشا، أي نشا الذرة أو الكورن فلاور أو بما تسمى بالميزنا، ونقوم بفرد هذا المزيج على بشرة الوجه. نتركه لفترة نصف ساعة، حيث يعمل ماء الزهر على تبريد الجلد وعلاج احمرار بشرتك. ثم قومي بشطف بشرتك بماء الزهر، اتركيه كذلك لربع ساعة، ثم اشطفيه بماء بارد، أو حتى إن تركتيه رائحته جميلة جدا ولا مشكلة في ذلك. كذلك له استخدامات رائعة جدا لعلاج الهالات السوداء، سعره رخيص غير مكلف، متوفر في كل بيت. ويعمل على علاج الانتفاخ حول محيط العينين، وذلك من خلال أخذ أو وضع كمادات منه، بمعناها أن نضع ماء الزهر ونضع كمادات لفترة ربع ساعة على العيون مع الاسترخاء. يفيد ماء الزهر جدا في ترطيب العين، وكذلك علاج رمد الربيع الذي تصاب به العيون في موسم الربيع. وكذلك ماء الزهر ينظف العين، يمنحها لمعة عند وضع طبعا عند مسح العين بالقليل من ماء الزهر، شرط أن يكون من الجودة، جودة منتوج ماء الزهر، من أن تكون جودة عالية. ماء الزهر جميل جدا للمسامات ويعطي نضارة لبشرتك، رائحته جميلة جدا، يعالج البشرة الملتهبة والحساسة، ينظف المسامات والأوساخ ويقفل المسامات الواسعة، يزيل الهالات السوداء، يضفي نظرة جميلة لوجهك، يصفي الوجه، يعطيه نضارة، بشرتك ستكون بها حيوية، يعالج لك حب الشباب وآثاره مع الاستمرار. طبعا يرطب بشرتك الجافة خصوصا في هذا الفصل، فصل الشتاء، يزيل الدهون الزائدة من بشرتك، وكذلك يعمل على تأخير أعراض الشيخوخة ويقلل من ظهور التجاعيد، يزيل البقع الداكنة من بشرتك ويفتح البشرة بشكل كبير جدا، وكذلك رائحته طبعا طيبة حتى وإن تركتيه يوم كامل.
هذا الغسول، يعني ماء الزهر عفوا، يستخدم أي آمن الاستخدام للحوامل، للمرضعات، للبنات الصغار حتى من عمر 5 سنوات فما فوق يمكن استخدام ماء الزهر لهم، وبكل أمان، إزالة آثار الشمس. والوصفة هذه كذلك آمنة الاستخدام للرجال، ماء الزهر متوفر في كل بيت وسعره رخيص جدا. بالأخير لا تنسوا الاشتراك بالقناة ومشاركة هذا الفيديو حتى تعم الفائدة. أترككم في رعاية الله وحفظه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.